نشرة أخبار الرابعة من يو تي في، أهلا بكم. تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها لحسم جوانب فنية عالقة في مشروع قانون الموازنة تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب. بيان نيابي أورد أن المالية النيابية قررت زيارة وفد من أعضائها إلى وزارة المالية للاطلاع على ملفات تحتاج إلى إيضاح، فضلا عن حسم مسائل المحاضرين وعدد من أصحاب العقود. قالت وزيرة المالية طيف سامي إن الوزارة وضعت إجراءات للحد من ظواهر الفساد وفق جدول زمني لتطبيق استراتيجية النزاهة وبرنامجا يضمن حسن تطبيق قانوني الإدارة المالية والموازنة العامة. وفي تصريح صحفي أضافت سامي أن وزارة المالية نظمت إجراءات لاختيار القيادات الإدارية الوسطى من معاون مدير عام ورئيس قسم، مؤكدة تشكيل لجنة تتولى إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل التجاري وإعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما شددت على أن من أولويات المالية حماية عقارات الدولة من التجاوز والسيطرة عليها. وكشف النائب رائد المالكي عن ما تنطوي عليه المادتان 13 و14 في مشروع قانون الموازنة المثيرتان للخلاف والمسهمتان في عرقلة تمرير المشروع إلى التصويت. أبرز النقاط تتعلق بصياغة النصوص المتعلقة بحقوق إقليم كردستان، تخصيصاتها المالية، عملية تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية واستلام العوائد والمستحقات، الالتزامات المتبادلة. هاي المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة الآن لا زالت محل خلاف على صياغتها. الاعتراضات عليها معترضات سياسية وإنما اعتراضات نيابية من أعضاء اللجنة المالية وأيضا أعضاء مجلس النواب خارج اللجنة المالية. التوافق السياسي قد يجبر بعض النواب المعترضين على يعني الدخول إلى جلسة التصويت وعلى الموافقة على الموازنة. أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ضرورة العمل بجدول زمني محدد لتطوير مطار بغداد الدولي. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة الإجراءات المتخذة لإعلان تأهيل المطار فرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. وأكد السوداني أهمية اعتماد مواصفات عالية ليصبح المطار لائقا بالعاصمة بغداد ويعكس وجهها الحضاري ويقدم أفضل الخدمات للمسافرين والوافدين. أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون استرداد أكثر من 20,400,000 دولار من الكويت. وقال حنون في تصريح صحفي إن هذه الأموال كانت محتجزة في البنك الوطني لدولة الكويت وهي من أموال السفارة العراقية في الكويت، وقد بقيت لدى البنك منذ انقطاع العلاقات إثر الاجتياح العسكري. طرحت وزارة النفط 14 حقلا وموقعا نفطيا وغازيا للاستثمار ضمن ملحق بجولة التراخيص الخامسة. المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قال للصحيفة الرسمية إن الحقول والمواقع موزعة بين محافظات الوسط والجنوب والشمال، أبرزها رقعتا الفاو وسنام والكفرية وأبو خيمة والرقعة البحرية في البصرة، كما شملت الوجبة الجديدة حقولا ورقعا أخرى في واسط وميسان وبغداد وصلاح الدين ونينوى ومناطق الفرات الأوسط. نفى المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة العام الحالي. وفي تصريح للوكالة الرسمية قال العوادي إن الوقود سيبقى مدعوما من الحكومة ووزارة النفط بالأسعار نفسها، مضيفا أن الضرائب المشار إليها في الموازنة هي حكومية داخلية بين شركات ومؤسسات وزارة النفط.
مبكرا بدأ موسم الحصاد في نينوى مستبقا موعده بنحو أسبوعين خوفا من كابوس الحرائق الذي طالما زارع في الوسط والجنوب، وسط توقعات بتحقيق الاكتفاء الكامل للموصل وتجاوز عتبة الإنتاج 1,000,000 طن. قبل حلول موسم الحصاد في نينوى بنحو أسبوعين بدأ المزارعون موسم حصاد الحنطة مبكرا خشية من كابوس الحرائق الذي طال بعض محافظات الوسط والجنوب. خوف من الحرائق، والزرع هسه يبسد تقريبا بمجال الحصاد، وحرائق يعني ما تخاف باكر زحريق، همين الحكومة متأخر يصلك والعالم ينتظر الحصاد. نحو 1,000,000 طن هو الإنتاج المتوقع لنينوى من محصول الحنطة هذا الموسم من إجمالي مساحة 1,900,000 دون من زرعت في المناطق المروية وغير المروية، وهو من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي ما لم تتعرض المحاصيل للحرائق. بعد الأمطار الأخيرة وإدخال خارج الخطة مساحات كبيرة صارت عندنا قابلة للحصاد، صعدت المساحة من 600,000 إلى 1,900,000 قابل للحصاد، فهذه السبب أدى إلى زيادة نسبة الإنتاج. الجمعيات الفلاحية في نينوى بدورها عينت مندوبين لها في مقر تسلم الحبوب بعد إعلان وزارة التجارة تأمين مبالغ الشراء من الفلاحين داخل المصارف لتلافي تكرار تأخير دفع مستحقاتهم كما حصل في السنوات السابقة. اختلاف كبير جدا يعني من ناحية تسليم مستحقات الفلاحين في يوم الثاني إن شاء الله، والناحية الثانية ماكو زخم تبرمجة الحالة. الشعب الزراعية أو الفلاح يروح للشعب الزراعية يسجل اسمه ويروح في اليوم المحدد على السائلة، ورأسا يدخل ويطلع مع يعني ما يتأخر السائق إلى يوم أو يومين. التكيف مع أزمة الجفاف للمزارعين في نينوى باستخدام طرق الري الحديثة أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة هذا الموسم، وسط توقعات من زراعة نينوى بتجاوز 1,000,000 دون من في الموسم المقبل. قاسم الزيدي، UTV، محافظة نينوى. شهدت الديوانية تسويق أكثر من 174,000 طن من الحنطة. مدير زراعة الديوانية حسن عجيل قال في تصريح صحفي إن الموسم الحالي تميز بوفرته الإنتاجية وسلاسة تسليم المحصول وتسلم المستحقات بالتعاون مع تجارة الحبوب والرقابة التجارية والأجهزة الأمنية، مبينا أن تسليم المزارعين أجورهم مباشرة أسهم في نجاح الموسم الحالي. ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق إلى 146,000 دينار للورقة، وفي وسط شكا تجار من الركود جراء الارتفاع، مشيرين إلى أن حركة البيع والشراء تنتعش عند صرف رواتب الموظفين. الوضع السوق بس من الموظف يستلم راتب يتحرك، كله أول 5 أيام من الراتب يتحرك السوق وراء يصير ركود. يعني السبب أنه الدولار 145,000، ناس ما تقدر بس على الموظفين، السلعة غالية، من يستلم الموظف راتب يقدر يشتري يتحرك السوق كله، من يخلص الموظف راتبه بعد السوق ينتهي. ولا مشتغلين ولا أنه واهس بالشغل، لأن يومياتنا ما نطلعها هالدرجة، يعني مواد غذائية ما نقدر نشتريها، أشتري نص كيلو كيلو ذن السوالف ذن النوائم الضروريات هاي عندنا هسه جيرانا نايمة، المواد الغذائية نايمة كلها قاعدة 15 يوم 10 أيام بعدين يوقف يزقل هو حسب 15 يوم هاي على التقاعد الماشين والرعاية والماشين شوية يصير حركة وبعدين شوية ينزل يبقى جامد، يعني ماكو ذيك الحركة القوية. يعني هسه شلون السوق؟ هسه احنا صار لنا تقريبا بال 15 يوم من وزعوا من العيد اللي هدلان ماكو سوق راكب. الحركة قليلة، كنا يوميا نبيع 30 40 هسه ما نبيع الا 15. ساعة صاعد ساعة نازل، ما هو على يعني على الحركة على الموظف على بس. ايه اكو موظف حركة ماكو. جففت الموارد المائية في بابل عددا من بحيرات الأسماك غير المجازة وردمتها لضمان عدم استرجاعها من جديد، فيما طلب أصحاب البحيرات مهلة لتصريف أسماكهم وتسديد المستحقات المترتبة عليهم. على امتداد 500 كيلومتر توصل هذه الطريق الوعرة إلى منطقة البومصطفى في قضاء المحاويل شمالي بابل،
حيث تنتشر بحيرات الأسماك غير المجازة. مئات البحيرات غير المجازة والتي تستهلك الحصص المائية للبلاد وتهدد الأمن المائي، قررت الحكومة الاتحادية تجفيفها وإغلاقها في جميع المحافظات ومنها بابل. قوة أمنية كبيرة وأجواء مشحونة ترافق حملة إزالتها، ومديرية الموارد المائية تؤكد أن الحملة مستمرة يتبعها جهد خدمي وآلي لردمها ومنع إعادتها في قادم الأيام. راح تنزل آليات البلدوزر بعد ما تفريغ وتصريف مياه هذه البحيرات إلى المبازل، سوف تقوم آليات البلدوزر بردم أكتاف وإزالة التجاوز وإزالة البحيرة لتأمين عدم استرجاعها مستقبلا. مربو الأسماك في تلك المنطقة دعوا رئيس الوزراء إلى إمهالهم مدة لرفع أسماكهم من البحيرات لبيعها وتسديد ديونهم قبل ردم البحيرات. من محمد شاع السوداني من نط هذا القرار، احنا حلالنا بالمي هذا اللي حيروح ونحن مطلوبين ملايين. نطلب من الله ومن محمد شاع السوداني بس يعطينا مهله لو 15 يوم خلي شيء حلالنا، ترى نحن نموت ومطلوبين والله للمعامل. بحيرات كبيره غير مجازه اغلقت بسبب تجاوزها على الحصص المائيه، يقول اصحابها انهم ينتظرون تطبيق القانون على الجميع وإزالة البحيرات الأخرى التي تعود ملكيتها إلى جهات سياسية وحزبية متنفذة. من محافظة باب الحيدر الشلبي، UTV. هذا ولم يكن شح الماء سببا وحيدا لانحسار مهنة صيد الأسماك في دجلة، فإلقاء النفايات في النهر يدمر بيئة القطان والبني والشبوط. خمسون عاماً انقضت ولا تزال يدا هاشم الموسوي تغازلان شباك الصيد في بغداد، مسيرة طويلة لمهنة ورثها عن أبيه، كل يوم يطوف بقاربه متنقلاً بين الكرخ والرصافة بحثاً عن أسماك شحت كما هي مياه دجلة. نهر دجلة تشوفوته بيكم يعني كأنما واحد مريض قاعد يعالج، يعني لاكو ماي شان كنا قبل نقعدنا على ساحل مال النهار نشوف الماء حتى الصوت ماله يطلع بالليل. ولا ينظر الصياد المحترف إلى احتضار دجلة وندرة أسماكه من زاوية انحسار إيرادات المياه، فهناك تحد آخر عمق جراح مهنته، تحول الأنهار إلى مكبات للنفايات. النفايات حتى السمك الدنبيعة يجون جماعة يعاتبونه يقولون يطلع بنفط، السمك الدنبيعة يأكلون يطلع بنفط من وراها الكتمة، المجاري كل المجاري مال البيوت كلها ينذبوا على نهر دجلة. ورغم قلة الأسماك العراقية في السوق، فإن دخان المسقوف يعطر أجواء شوارع بغداد القريبة من دجلة. هنا تحل الأنواع البديلة محل القطان والبني والشبوط بعدما غيبتها في الأنهار عوامل كثيرة، ابتداء بالملوثات وليس انتهاءا بالصيد الجائر. من 2007 كقسم مفاقس الأسماك ولحد الآن أكثر من 250 مليون إصبعية أطلقنا في الأهوار المسطحات المائية. علميا لو نجي نحسبها بحساب الأرقام لا أصبحت عندنا ثروة سمكية هائلة ما حد يتصورها خلال النمو عمليات التكثير لو كان عليها مسيطر وماكو صيد جائر. ومثلما يعاني قطاع الصيد النهري مشاكل تنعكس سلبا على نموه ومدخولات العاملين فيه، يشكو العاملون في الصيد البحري من مضايقات واسعة لخفر سواحل الدول المجاورة تصل إلى حد الاعتقال ومصادرة الزوارق وشحنات الصيد. أحمد السعيدي، UTV. أنتج الفريق الهندسي في زراعة جامعة الأنبار أطنانا من الفطر الغذائي بعد عامين من العمل، وتفاصيل نتركها لهذا التقرير. بطريقة نموذجية وأجواء مثالية يلوح داخل هذا المختبر بياض مملكة الفطر المشروم وسط كلية زراعة الأنبار، إحدى الوجبات الغذائية التي تعتمد المائدة العراقية على استيرادها.
بعد عامين من العمل تمكن الفريق الهندسي هنا من إنتاج أطنان الفطر الغذائي كمساهمة لمشاريع الطلبة. مستناً إلى توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم إنشاء مشروع الأفطار المشروم التابع إلى كلية الزراعة الذي يساهم في مساعدة الخريجي كلية الزراعة وطلاب الدراسات العليا على إنتاج عالي جدا وإعطاء حاصل ما يقارب تقريبا حدود 4 إلى 5 أطنان بالوجبة الواحدة. وتحتاج الوجبة الواحدة إلى فترة زمنية تتراوح بين 2 وـ3 أشهر فقط، وهو مشروع يفتح الآفاق أمام المستثمرين فيه. ممكن أنه يساعد أي شخص يريد أنه يفتح أو يعمل مشروع استثمار للإفطار عن طريق المكتب الاستشاري، وممكن أن نطير خبرة اللي موجودة حسب الباحثين اللي يشتغلون في هذا المجال. يعتمد مشروع الفطر على توفير التيار الكهربائي لخلق أجواء رطبة، وهذا ما كان متاحا خلال الفترة الماضية. والله أكثر شيء الكهرباء، يعني اللي موجودة الكهرباء والمحافظة على الرطوبة ودرجة الحرارة، والإنتاج يكون عندنا بشكل جيد جدا. قبل عقد من الزمن شهدت الأنبار مشروعا فتيا مماثلا، لكن الظروف الأمنية حينها وأدته قبل تمكنه من سد حاجة السوق المحلية. واليوم تتجه كلية الزراعة نحو إعادة إحياء الفكرة مرة أخرى. نبيل عزامي، UTV الأنبار. لمنع تهريب البضائع ومحاربة الفساد ومراقبة حركة السفن التجارية، دشنت شركة الموانئ في البصرة منصة رقمية استجابة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية لجعل عام 2023 عام الرقمنة. الأبلة منصة رقمية دشنتها شركة الموانئ العراقية في القطاع البحري لتراقب مرور السفن التجارية وحركتها وتسهم في تقويض الفساد داخل المنافذ الحدودية. الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية لجعل عام 2023 عام الرقمنة، تزامنا مع ما أعلنته المنظمة الدولية البحرية IMO بأن تجعل من عام 2023 هو عام الرقمنة. اليوم نحن سائرين باتجاه رقمنة الموانئ من خلال إنشاء المنصة الرقمية للموانئ التي سميت بمنصة الأبلة، والتي سوف ترتبط بها كل البرامجيات، بالإضافة إلى أنه سوف نربط بهذه المنصة السيطرة الكاملة لحركة السفن. الغاية من الرقمنة بالدرجة الأساس حد من التلاعب، حد من مسك الأوراق والأموال باليد، وبالتالي نعمل تدريجيا على القضاء على ملفات الفساد. لعقود طويلة تدار الموانئ بطرق تقليدية، بينما يرى اقتصاديون أن رقمنة الموانئ ستزيد من عائداتها بعد قطع دابر الفساد وتدخلها ضمن منافسة مع نظيراتها في المنطقة، مع توجه الحكومة لتحويل العراق إلى جسر للتجارة العالمية. بالنسبة لعملية التحول نحو أتمتة كافة العمليات في الموانئ، هو هذا سينعكس بالإيجاب وبالتالي على سرعة عمليات النقل والتفريغ والحد من الفساد وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وبالتالي سوف تكون الموانئ العراقية بمستوى إقليمي جيد ممكن أن نضاهي به الدول المجاورة. اعتماد الموانئ على التكنولوجيا الحديثة سيحسن من أدائها ويوفر مقداراً عالياً من الشفافية في تعاملاتها مع شركات الشحن والتجار، فضلاً عن تضييق الخناق على عمليات تهريب البضائع التي تكاد تسجل يومياً. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. نشرة الرابعة انتهت، شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.